الحمد لله. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الحمد لله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حار في إبداعه الأذكياء، وافتقر لخزائنه الأغنياء، وضعف عند جبروته الأقوياء. ينسئ ولا ينسى، ويمهل ولا يهمل، يخدع الخادعين ويكيد الكائدين، ويمكر بالماكرين، ويملي للظالمين، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا رب إلا هو، ولا مالك سواه، عبدناه ووحدناه، وكفرنا بأصنام السلطة والجاه. وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه، هدى الله به من ضل، وأغنى به من قل، وأرجع به من زل، وأعز به من ذل. خوفنا بالله فأمنا، وعبدنا له سبحانه فتحررنا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى من سار على نهجه واستنى سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ماذا؟ معاشر الأحرار والحرائر، إن الشعوب تربى على المنكر تماماً كما تربى على المعروف، خطوة خطوة ومرحلة مرحلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا سقطت الشعوب في منكر ربيت على ما هو أنكر. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. وأول منكر تربى عليه الشعوب المنكر السياسي، أول منكر تربى عليه الشعوب المنكر السياسي، ثم يتكفل المنكر السياسي بتربيتها على بقية المنكرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً الحكم. أول منكر يقع في الأمة المنكر السياسي، أول عروة الحكم، وآخرهن الصلاح.
وحين نستقرئ التاريخ نجد مصداق هذه القاعدة المؤكدة على هيمنة المنكر السياسي على سائر المنكرات. وقديماً قالوا: الناس على دين ملوكهم، فيكفي ظهور فرعون واحد ليربي الناس على فواسق الأقوال والأفعال، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوماً فاسقين. وقد وقع المنكر السياسي في اليمن بصعود صالح إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين انهمك الفرعون المحنط في محاولات يائسة لتربية الشعب اليمني على منكرات الحياة، ناهجاً السبل، مبتكراً الحيل، فلم يجد طريقة أنفع ولا أنجع ولا أسرع في تحقيق مراده ونشر فساده من إذكاء روح الصراع بين أبناء الشعب الواحد والقبيلة الواحدة والحزب الواحد والنقابة الواحدة والجيش الواحد. واستند في مخططه الإجرامي ذاك على قضية رئيسة هي إزهاق روح الحوار. استند في جرائمه تلك على إزهاق روح الحوار، ومن هنا بدأت الحكاية. فالمشاكل لا تخيف مهما كبرت، والصراعات لا تقلق مهما عظمت، طالما بقي الحوار مذيباً لجليدها وصاهراً لحديدها. فإذا شوهت صورته وموهت حقيقته تحولت المشاكل إلى مقاتل. فالحوار هو المناعة السياسية، وضعفه هو الإيدز السياسي. الحوار هو المناعة السياسية، وضعفه هو الإيدز السياسي. وحين أصر المخلوع يائساً على حقن الجسم اليمني بفيروس الإيدز، مزهقاً روح الحوار ومفرغاً إياه من مضمونه، قامت الثورة السلمية المباركة صيانةً لهذه الروح. فلسنا إذن ثورةً على الحوار، بل نحن ثورة حوار. نحن لسنا ثورةً على الحوار، بل نحن ثورة حوار، معاشر الأحرار والحرائر. ومع ذلك يفهم البعض موقف شباب الثورة من الحوار خطأً، ولو فهموا ما أخطأوا، ويسيء البعض الآخر الظن ولو تيقنوا ما أساءوا. وفي مفتتح الخطبة مفتاح الخطب. فشباب الثورة يؤمنون بأن الحوار ضرورة بشرية يتحقق بها مراد الله في تعارف الخلق الذي به تزول الوحشة وتسقط الكلفة وتبدد المخاوف وتفند الشبه وتعالج المشاكل وتحقق المصالح. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، وكيف يتعارفون إن لم يتحاوروا؟ وإذا كان الاختلاف سنة فطر الناس عليها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإن الثوار يدركون أنه سبحانه قد فرض الحوار وقاية للاختلاف من أن يتحول إلى خلاف، وعلاجاً له إذا تحول. لا فرق في ذلك بين رئاسة الدار ودار الرئاسة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً. وشباب الثورة يؤمنون بأن الحوار كما هو ضرورة بشرية هو أيضاً فريضة شرعية بدأها سبحانه بنفسه، فحاور الملك الكريم كما حاول الشيطان الرجيم، ثم أبلغ كل سامع وأمر كل طائع وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد حاور الأنبياء والمرسلون حتى ضاق بهم الطغاة، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وشباب الثورة يؤمنون بأن الحوار كما أنه ضرورة بشرية وفريضة شرعية فهو أيضاً قيمة وطنية، فحين انتهج العرب التناحر انتهج اليمنيون التحاور. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، بل آمن اليمنيون مبكراً بإلزامية الحوار ونتائجه، ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون. وحين جاء الإسلام بتحية السلام وهي لا تقتضي التقارب ولا الحوار، إذ قد يسلم الناس على بعضهم عن بعد، أضاف اليمنيون إلى السلام المصافحة مما يضطر الناس إلى التقارب والتحاور. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة، ولمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمنيين وتمسكهم بقيمة الحوار، فقد اعتمد في اليمن على القيادة الجماعية لا الفردية، واشترط على هذه القيادة صدور قراراتها بالحوار والتوافق. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالحوار لدى شباب الثورة ضرورة بشرية وفريضة شرعية وقيمة وطنية، ولأنهم يؤمنون بالحوار فقد رفضوا التحوير. لأن شباب الثورة يؤمنون بالحوار رفضوا التحوير. إن نقطة واحدة تحول الحوار إلى خوار، نقطة واحدة تحول الحوار إلى خوار، فما بالكم بمئات النقاط العسكرية التي تمزق أوصال الوطن؟ فكيف يمكن أن نخرج بعد هذا بحوار؟ معاشر الأحرار والحرائر، الحوار معاهدات ومعاقدات لا مزايدات، واستراتيجية لا تكتيك، ومبدأ لا مجرد مصلحة. فسياسة أنا فهمتكم ليست حواراً، وسياسة من أنتم ليست حواراً، وسياسة يرحل من يرحل ليست حواراً. فلا حوار مع عقليات نجم لي ونجم الأسد، لا حوار مع نفسيات أشتي لحمة من كبشي وأشتي كبشي يمشي، لا حوار مع سلوكيات قل ما تشاء وسأفعل ما أشاء، لا حوار أيضاً مع الرصاصة القاتلة والقنبلة الحارقة والصاروخ المدمر، لا حوار وأرحب تنسف، لا حوار ونهم تقصف، لا حوار ولودر تتفجر، لا حوار وزنجبار تدمر، ارمي مسدسك وتعال نتحاور، انزل من دبابتك وتعال نتحاور، اعترف بجرمك وتعال نتحاور،
سلم مغتصباتك وتعال نتحاور، رد مسروقاتك وتعال نتحاور، أطلق معتقلك وتعال نتحاور، ولن نقول أحي قتلك، لكننا نقول اخضع للعدالة وتعال نتحاور.